من لندن ينضم إلي مراسل الغد عمرو المنيري. عمر، إذن تعثرت المحادثات ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحسب ديفيد فروست الوزير البريطاني المسؤول عن هذه المحادثات، ما التفاصيل لديك؟ نعم، هذا الموقف، وحتى فشل المفاوضات التي انتهت يوم أمس، يؤكد أن بريطانيا لا تزال تريد أن يكون لها الكلمة العليا. المشكلة هنا وما يطلق عليه حرب النقانق، وهو الاسم الإعلامي الآن ما بين الاتحاد الأوروبي وبين بريطانيا، هو المشكلة في تصريحات بريطانيا، وأنها تريد مد المهلة المسموح بها بعدم التفتيش بالنسبة للحوم المبردة، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للطرفين. هذا التوتر ما بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي من خلال أيرلندا الشمالية هو لعبة سياسية أكثر منها لعبة اقتصادية، وخصوصا أنه ربما بالفعل يهدد مسألة السلام الداخلي في أيرلندا الشمالية. نعلم تماما أنه في الشهر المقبل سيكون هناك مسيرة، وهي مسيرة سنوية تقوم بها الحشود الموالية للحكومة البريطانية أو المواليين للاتحاد مع المملكة المتحدة. هذه المشكلة وهي منذ القرن 17 وحتى الآن دائما بمشاكل، لكن حتى الآن بريطانيا ربما سترضخ للضغط الذي بالفعل من المتأكد كما ذكرت صحيفة التايمز اليوم أن جو بايدن يتحدث مع بوريس جونسون بألا يتم ألا يكون هناك أي توترات حتى لا يؤثر على اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية. طبعا نعلم تماما النفوذ الأيرلندي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم ربما ستكون هذه أول وسيلة من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط من أجل التقرب مرة أخرى إلى أوروبا. لكن تبقى المشكلة ما بين الاتحاد الأوروبي وبين بوريس جونسون، وخصوصا الاتحاد الأوروبي سيحضر بممثليه ورؤسائه وأيضا الدول الداعية، وخصوصا أن الرئيس الفرنسي ماكرو أعلن أنه سيتحدث في قمة الجي 7 أو قمة القوى المجموعة السبعة، سيتحدث عن هذا الموضوع حتى تحل المشكلة. لكن من جهتها لا تريد هذا، وتريد أن تكون لديها القيادة العليا ولا يكون هناك تفتيش على الصادرات الخارجة من بريطانيا أو الواردات الداخلة لبريطانيا من خلال أيرلندا الشمالية. لا ننسى أن اللحوم المبردة تدخل أيرلندا الشمالية، وعليها يجب من الاتحاد الأوروبي أن يكشف اللحوم المبردة ومن ثم يسمح بدخولها إلى أيرلندا الشمالية، وهذا الحل لا يعجب البريطانيين. البريطانيون بشكل، وايضا لا يعجب الموالين للحكومه البريطانيه داخل ايرلندا الشماليه نفسها، مما ربما يسبب هذا التوتر. عمرو المنيري مراسل الغد من لندن، شكرا جزيلا لك.